الهدف الاساسي ديال هذا الاجتماع اللي غيتنسق مع اعضاء المكتب واعضاء الجمعيه ومع السلطه المحليه هو لي ريزولتا اللي تعطات منذ اعاده الهيكله لدوله المدينه. هذه اعاده الهيكله لدوله المدينه حنا ما صراحه اوني با تري كونتون، ما فرحانينش بها بزاف لان ما جاتناش بالنتائج اللي حنا كنا كنحلموا بها باش يرجع واحد الوسط المدينه، واحد الحي جديد، واحد الحي واحد المنظر جميل. نعطيك مثال بسيط هو ديال لا فونتين مثلا، ديك لا فونتين اللي فيها تعطي واحد المنظر بحال بلايص اخرين اللي مؤخرا بلا ما نذكر سميتهم جات واحد الخصه وجا واحد ليكليغاج زوين واحد المنظر زوين. لما لا هاد الخصه اللي تعطوا فيها الفلوس وما عطات حتى شي نتيجه كتبقى ان بوان نوار. عندنا المشكل ديال ليكليراج لان في الليل اون با اسي ديكليراج، عندنا المشكل ديال الازبال كذلك. دونك هاد النقاط كلهم جينا حنا باش نطرحوهم مع الناس ديال اعضاء الجمعيه باش نحاولوا نلقاو النتائج اللي غادي نوصلوا هاد لي ميساج للناس المعنيين. كل اورغانيزم عارف المسؤوليه ديالو. يا بليزيوغ اورغانيزم كي سون حنا وبما فيه تا تجار، ماشي حنايا كنلحقوا كل شيء على الناس، ولكن تجار كيمشيو بواحد لا فراز تري سامبل. طونكو حنا ما شفناش بان كاين واحد الجماليه في وسط المدينه، حنا ما يمكنش حنا نعطيو نمشيو حنا انفيستيو في المدينه نصيبو الا ما كاينش شي حاجه على برا. دونك يفو كومونسي ا مون افي باغ نعاود نحيو هذا وسط المدينه، نعاود نرجعو لان ما خصناش نساو بان ملي كنا صغار كان وسط المدينه اللي هو وسط المدينه اللي هو البلاصه اللي هي كاع جميع الناس كانوا كيجيو كيتمتعوا فيها وكان عاد. دابا ولا الكونتخيغ. دونك حنا غادي ندوزو هذا الميساج للناس كونسيرني، جو بونس كو شاكا فا كومبخوندغ سون ميساج. كيفاش هذه المنطقه اللي كانت ارفع منطقه في الدار البيضاء وتعرضت لطي النسيان؟ هذا سؤال كنطرحه على الجهات اللي كتسير الشان المحلي تجاوبنا عليه في اقرب وقت، لحقاش كلهم التجار غضبانين وكيلقيو عندنا هذه الاسئله. حنا كمنظمين ديال هذه الجمعيه هذه كاعضاء ما بقيناش كنلقاو الراحه ديالنا في المتاجر ديالنا، كثرت الاسئله وكثرت الهواتف. علاش البرنس مولاي عبد الله والازقه المجاوره متعرضه للتهميش؟ هذه الاولى. وهذيك لا فونتين اللي عندنا في البرنس مولاي عبد الله اللي عندها واحد الحموله ديال الذاكره تقريبا ما يفوق 100 سنه، كيفاش ولات مرتع المتسكعين والمتشردين؟ هذا سؤال ثاني. وعندنا نقص في الاناره، وعندنا ذاك التبليط اللي داروا اللي قامت به الشركه جديد، عاود قشر جات الشركه قشرته وحيدت ديك الصباغه اللي كانت دايرها واحد الالوان اللي كانوا عاطين واحد القيمه مضافه حيدوه وخلاو عي الكياس في الارض. هذا هو السؤال كنطرحوه. والبالوعات كيخرجوا لنا الروائح الكريهه اللي ما تنقدروش في الصيف نتحملوها وتنولوا دايرين يعني كارطون وكتولي واحد المزبله كتولي عندنا تما. وعندنا بغينا الناس اللي كيشيروا السعر المحلي يجيو يتحاوروا معنا ويعرفوا الضرر اللي عندنا. وحنا خرجنا من الازمه ديال كوفيد تنخلصوا الضرائب وكنا فرحانين باش يدخل عندنا البراني، ولكن اذا به ولينا منحصرين تما ولا عندنا سجن بدون سياج.